الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى فضله بعد عدله وعلى احسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الامي الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اهلا بكم ومرحبا في برنامج طب الاعشاب يسعدني ان اتواصل معكم في الحلقه الثانيه والحقيقه يعني بنبه لحضراتكم تنبيه مهم ان جميع استفساراتكم والحقيقه التواصل معكم عن طريق البرنامج التليفونات اللي بتظهر على شاشه القناه دلوقتي وعن طريق صفحه البرنامج يسعدنا ان احنا نتواصل معكم وان شاء الله نجيب على كل استفساراتكم وكل تساؤلاتكم. الحقيقه احنا في الحلقه الاولى تكلمنا عن شجره زيت الزيتون وبدانا بيها وقلنا الحقيقه ان رب العزه لما ذكرها في سوره المؤمنون وقال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. والحقيقه يعني انا كلمه صبغ للاكلين دي الحقيقه يعني تلفونات دلوقتي ظاهره قدام حضراتكم وطبعا صفحه البرنامج اهلا بكم في اي تساؤل آه كلمه صبغ للاكلين يعني الحقيقه آه حتى السلف لما جه يعني يوضح هذه العمليه قالوا أن زيت الزيتون له علاقه ب يعني بصفاء الجسم وصفاء وهو اساسا صافي وكل حاجه لكن الحقيقه اندريا والعالم التغذيه الامريكي قال يا جماعة صبغ للأكلين يعني حماية لأصباغ الأكلين ونحن نسمي الكروموسومات أو المورثات في اللغة العربية نسميها بالصبغيات فصبغ للأكلين يعني حماية لأصباغ الأكلين وأثبت أندرياويل أن الإنسان بعد سن السبعين بتشتغل العشرة في المية من الضفيرة الوراثية الأخيرة وبالتالي تبدا تتاكل من اطرافها اللي بيمنع تاكل اطراف الضفيره الوراثيه في الانسان هو زيت الزيتون. والحقيقه ان الامور ان المنتجات اللي وصلت اللي وصلت من زيت الزيتون كمنتجات طبيعيه من اوراق الزيتون فرنسا انتجت حوالي 12 منتج من اوراق زيت الزيتون او من خشب زيت الزيتون. من خشب اوراق شجر الزيتون. الحقيقه كمان ابتدي ابتدى العالم كله ينظر الى هذه الامور او الى الشجره بالذات او الى الزيت كحاجات مهمه جدا فمثلا اوراق زيت الزيتون بتستخدم لو مضغت اه تستخدم في الوقايه اللثه تماما او اذا كان هناك جروح في اللثه وبالتالي عملوا منها زي نوع من انواع المس لان الماده القابضه اللي فيها استخلصت وبقت زي نوع من انواع المس والحقيقه بتيجي بتعمل تدبيل للثه كويس جدا جدا في الوقت نفسه بتمنع الايه النمو اللي بين الاسنان من ايه من الميكروبات بالاضافه ان هي بتحافظ على الفلورا بتاعت الفم الفلورة بتاعت الفم هي عباره عن بكتيريا وفطريات عايشين في عيشه تكافليه لا البكتيريا بتضغط ولا الفطريات بتضغط الامر الثاني ان اوراق زيت الزيتون الحقيقه غنيه في كل حاجه وخاصه في الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون لان احنا عندنا نوعين من الفيتامينات في فيتامينات بتدوب في الميه زي فيتامين ب وافراده انما في فيتامينات بتدوب في الدهون زي فيتامين ا وفيتامين ك وفيتامين د كل دي بتدوب في الدهون فهو غني بالفيتامينات اللي بتدوب في الدهون غني بالكالسيوم والحديد او زيت الزيتون في الوقت نفسه بتستخدم في فرنسا حاليا لازاله الضغط المنخ... اللي هو المتوسط اللي بيسموه المدرت وبيسموه المايلد والمودريت يعني ضغط الدم الحته دي انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا يا جماعه ان هم وجدوا ان في بعض اسر بيبقى عندها وراثه ضغط الدم المرتفع فوجدوا ان سواء كان اوراق زيت الزيتون او اوراق شجره الزيتون او زيت الزيتون نفسه بيعمل حاجه مهمه جدا 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 هقولها دلوقتي بيمنع تحول في الجسم من ماده اسمها اجوتينسين 1 الى اجوتينسين 2 الاجوت تعب ولاء من اسيوط اتفضلي يا استاذه ولاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سمحت عايزه اقول بس معايا اخويا عنده 25 سنه م. وبيعاني من الصدفية دي لثلاث سنين بيعاني منين؟ صدفية حاضر حاضر عاد صدفية إن شاء الله هنتكلم في الصدفية حاضر ال ال معانا الأستاذ هيثم اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك حضرتك يا فندم الشاشة الله يبارك فيك يا فندم أه معلش في حاله عندنا سنها 50 سنه عندها زلال في البول عندها ايه؟ زلال في البول اه طب في سكر؟ عندها كورتيزون وكل حاجه بس ما في برضك مش جادب. لا في سكر في سكر؟ أه لا ولا في سكر ولا في ضغط والزلال في البول ده جه من امتى؟ الزلال عالي جدا الزلال عليك في ورم في الرجلين؟ في ورم في الرجلين فعلا آه. حاضر حاجة لو في اي وصفه عشبيه علاجيه اي حاجه حاضر 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 السلام عليكم معانا الاستاذ محمد تفضل يا استاذ محمد اتفضل عشان الوقت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي سكر بقالي سبع سنين وعمال يعلى ويوطى معايا يعني يعني مصر الاقيه ألا الاب والام عندهم سكر؟ لا يعني الاب والام عندهم سكر انا الاقيه 70 وبص لي وصل 300 اخر النهار امم تاني واعمل لي دوخه حضرتك بتاخد له ايه؟ بتاخد له برشام ولا حقن؟ باخد جالفز نت اه ماشي حاضر حاجه وحضرتك الله يبارك حاجه بس حضر. عشان تعبان جدا دكتور حضر. شكرا شكرا حضر على فكره انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا ان الحته دي الجزئيه دي في جزئين هتكلم فيهم في زيت الزيتون وانا اتكلمت النوبه اللي فاتت وقلت اعطيت نصيحه عامه والنصيحه العامه دي يا ريت كل واحد فينا يطبقها لاسباب الشعب الامريكي دلوقتي بياخدها وهي ماخوذه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي داوم طيلة حياته انه كان يجيب معلقه عسل نحل يذوبها في الماء وكان يطيل ذوبانها في الماء وانا قلت ان الكلام ده بتوع الهيمايوباسي اللي هو دويني بالتي هي الداء او الطب التماثلي خدوا هذا الكلام وقالوا ان الماء هو السائل الوحيد اللي موجود على سطح الارض اللي بتترتب جزيئاته حسب جزيئات الماده المذابه فيه وبالتالي بتدوب معلقه عسل يبقى كانك بتنقل طاقه العسل الى كل الكوب ده بقى تقدر يديك طاقة عالية جدا بس ما تعملش ايه زيادة في الوزن. وكان سيدنا رسول الله بيحط عليها معلقة زيت زيتون ويشربها على الريق. الكلام ده وجدوا انه بيعمل تبطين للجهاز الهضمي. يعمل تبطين من اول الايه؟ من اول البلعوم لحد فتحة شجرك، تبطين كامل. التبطين الكامل ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة في منتهى الأهمية، بيشيل الكبد الدهني، وأنا قلت لما بيشيل الكبد الدهني بيعمل حاجة في منتهى الأهمية. انه بالتالي بيشيل ويخلي الحركه الدوديه للامعاء اللي بيسموها البرستالتيك موفن تمشي كويس جدا وبالتالي تعمل عمليه الاخلاء لابد ان الفضلات كلها هتمشي ويمنع عمليه الامساك اللي بيعاني منها عدد كبير جدا من الناس بالاضافه ان احنا هنقول حاجات مهمه جدا 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 خلي بالكم النهارده معلقه زيت الزيتون اللي على العسل النحل دي في حصل في امريكا حاجه غريبه قوي ان في زي الاخ اللي سالني دلوقتي عن مرض السكر سالته الوالدين عندهم سكر مفيش طب ده جاله سكر ازاي هل جاله سكر كده قولوا في صدن فجاه لا هو بياتي ازاي وجدوا ان عشرة في الالف عشر اطفال في كل 100 كل الف طفل في امريكا يصابوا بالسكر رغم ان الوالدين الاصول ما عندهمش سكر يجيبوا الكروموسوم رقم 16 في الزراعة القصيره على الموقع رقم 8 ويحللوا الدي ار او الدي كيو يلقوا الدي ار ما فيش والدي كيو ما فيش يبقى معنى ذلك الوالدين ما عندهمش اصول سكر ايه اللي خلى طفل من بين الاطفال يعني خمس اخوات واحد فيهم بيصاب بالسكر ليه وجدوا ان ده بيصاب باللوز واللوز بقى بتحصل فيها التهاب ويحصل له سخونه بيودوا له طبعا للطبيب يديله ميديكيشن الميديكيشن عباره عن مضاد حيوي وخافض للحراره وما الى غير ذلك طيب الامر هنا لقوا بعد كده ان عدد كبير جدا من الاطفال اللي بيصابوا باللوز وتتكرر العمليه معاهم لقوهم ديفلوب دايابيتس يعني بيتطور الامر الى مرض مرض السكر اللي هو غير وراثي ما وراثه فيه وجدوه عشرة في الالف في امريكا فوجدوا بالتحليل وباخذ مسحه بيعملوا سواب مسحه للزور وياخدوها يحللوها لقوا في فيروس اسمه كو فيروس يا اخوانا انا بتكلم الكلام ده في منتهى الاهميه للامهات عشان اطفالنا عشان اطفالنا دي حاجه في منتهى الاهميه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي اي ام بيتكرر اللوز عند الطفل عندك يبقى في هذه الحاله جنب الميديكيشن اللي بيديها الطبيب اللي هي مضاد الحيوي وخافض للحراره وما الى غير ذلك والكمادات اللي انت بتعمليها وما الى غير ذلك في حاجه مهمه جدا لابد انك تحطي نقط من زيت الزيتون على عصير نقط على ميه بالسكر نقط على ميه بالعسل مرتين في اليوم لان مشكله الكوك ذاك فيروس ده التركيب الجيني بتاعه الجينيت الكود الإرشاد الوراثي بتاعه زي خلايا بيتا سيل في البنكرياس نفس التركيب الايه الجيني نفس ال ايه التركيب الايه الارشاد الوراثي بتاعه فالفيروس بيموت نفسه البرودكت بتاعته المكونات بتاعته او برودكت بتاعته هي اللي بتقطع الايه الضفيره الوراثيه بتاعته فلما بتتقطع الضفيره الوراثيه ايه اللي بيحصل؟ المواد دي تليف خلايا البنكرياس في ظهر السكر. فوجدوا ان مفيش حاجه تقضي على الكو اكزاكي اللي بيجي في ظهر الاطفال الا زيت الزيتون. لما نشروها في امريكا نزلت ال اطفال في الالف الى واحد في الالف. لان هم عندهم الوعي الصحي، انا كده بشحت الامهات. بشحت الامهات للكلام ده في منتهى الاهميه الكلام اللي انا بقوله، معنا مين يا فندم؟ دام ايمان اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته ازيك يا الله يبارك في حضرتك يا فندم الله يخليك دكتور عندي اختي عندها الذئبه الحمراء كنت عايزه حاجه من... طيب هي مؤثره فين في الكليه ولا مؤثره فين هي مؤثرة في جسمها كله عندها مية في الجسم زايدة قوي وزنها مية دلوقتي امم ووزنها قوي يعني ومؤثرة على الكلى وعلى المقاومة اكتشف... و... اكتشفتوه امتى؟ بقى لها خمس سنين اهو عملتوا الان دي ان ايه؟ اه هي عملت تحاليل كلها وكل حاجه بتتعالج من خمس سنين بس مفيش حاضر انا هجاوب ان شاء الله على فكره احنا هنفرد للحاجات دي اللي هي الامراض اللي ما لهاش علاج في الطب الغربي انا هفرد لها حاجه مهمه جدا جدا في الموروثات بتاعتنا واللي ابتدت تتقنن حاليا في المانيا حاضر هفرد لها حاضر بس هي المفروض مدام سماحة، اتفضلي يا مدام سماحة، حاضر السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا فندم اتفضلي أنا أسعد واحدة في الدنيا إن أنا بكلم حضرتك الله يخليك، يا فندم العفو ده إحنا أقل الناس اتفضلي والله العظيم ربنا فن يخليك ويبارك الله يبارك, لك يبارك فيك يا فندم فن كنت عايزة أقول لك على حاجة الله يبارك لك اتفضلي أنا بعمل ريجيم ومش عارفة أعمل ريجيم عندي شهية للأكل وشراها غير طبيعية لا علاج نافع ولا حاجة نافعة لما أنا ياسة من حياتي خالص لا يا دكتور مش عارفه اعمل ايه نفسي <applause> انا هقول لك على حاجتين معلش يعني ما حضرتك قلت كده في حاجه مهمه جدا زيت المراميه وزيت المراميه ده من الحاجات النادره جدا السبب احنا ما فيش هتلاقيه غير في المركز القومي للبحوث عشان معلش في وحده عصر الزيوت وانا كده ما بعملش دعايه ده جهاز حكومي أيوه. حضرتك لو رحت الأسباب للكيلو بحوالي 5000 جنيه فانت حضرتك تشتري 10 سم تاخدي نقطه على الريق على كوبايه ميه وبعدين نتراهن كده لو قدرتي تاكلي طب طب <applause> يعني هتاكلي هتنقي و... طب في... انت وصلني طب انا عايزه اعرف فين ده اصل انا وحده 10 زيوت يا فندم وحده عصر في المركز القومي بحوث روح في الاستعلامات واللي عايزه وحده عصر الزيوت هيوصلوك هناك ماشي يا فندم في ماشي ام امل حاضر احنا مش يعني <applause> طبعا أنا هجاوب على طول بقى ما تفضلي السلام عليكم اتفضلي يا ام امل سلام وبركاته لو سمحت دكتور انا انا يا دكتور انا عايز اسالك سؤال ايه؟ اتفضلي إيه سؤال عن والدتي عندها الغده زايده الغده الدرقيه آه, و... اه وعملتها ثلاث مرات وعايزه تعملها المره الرابعه يعني ايه زايده؟ زايده في النمو يعني عامله تورم؟ اه امم وعملتها هي عملت العملية عمليه جراحيه ثلاث مرات وعايزه تعملها الرابعه وهي سنها يعني 62 سنه طب هم لما عملوها ليه ما بيدوهاش بالعلاج بالاشعاع؟ ليه ما راحتش البتاع ده؟ وحده النظائر المشعه اللي موجوده في القصر العين القديم مش عارفه ليه. لا لازم مهم جدا عشان يقدروا في هي متضخمه عليها الوقت ومش بتعرف تبلع عليها يعني هي بعد كده بعد كل ما بيشيلوها بتتضخم اه تاني اه م. وهي عندها الضغط وعندها السكر وطبعا ست كبيره مش عارفين نعمل لها ايه حاضر سؤال تاني معلش يعني رضل. جزء امامه خطيب وعنده عدم نقاء في الصوت كده او احيانا صوته يحصل فيه بحه كده او حضر. يعني ايه بيروح منه الصوت كتير يعني مش عارفه يا عارف ستي إيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. اوصى بالزنجبيل ان اهدي جره من الجنزبيل فاعطى كل واحد من الصحابه جزء من الجنزبيل واطعموا به وبعدين قال دونكما فانها تجم الفؤاد وتحسن الصوت يعني لو شرب جنزبيل على عسل متحلي بالعسل اه في اي وقت يشربه مرتين وثلاثه هيشيل هذه البحه ان شاء الله ان شاء الله اما بالنسبه للست الوالده لابد انها تروح لل وحده الطب النووي اللي موجوده في القصر العيني القديم عشان يتعمل العمليه بيتعمل العمليه دي وبعدين بيحقنه بنوع من انواع النظار اللي هو الايودين المشع عشان يمنع نمو الغده بعد العمليه الجراحيه مره تانية اذا كان الورم دائما ورم حميد وعمال يزداد فطبعا دي النصيحه اللي انا اقدر اوصف أو لحضرتك بيها طبعا بالنسبه للامراض زي الاوتو اميون امراض المناعه الذاتيه زي الروماتويد المفصلي وزي الذئبه الحمراء وزي مرض بهجت ودول 150 مرض مالهمش أي علاج في الطب الغربي غير إنهم بيدوهم يعني ميزوتركسيت زي مثلا الحاجات اللي هي مثبطة للمناعة ودي لما بيدوهم مثبطات للمناعة ليه؟ لأن الجسم بيبني جزيء غلط الجزيء الغلط ده اسمه بروتو جلايكان, جلايكان ده عامل زي الشجرة الشجرة دي ليها فروع من البروتين كور من البروتين البروتين ده اللي بيتبني غلط ففي كل مفصل بيتبني البروتين غلط فالجسم يبتدي يهاجمه فهم بيعمل عشان يخلوا الهجوم يقل شويه بيدوا ايه؟ اللي هو سبريسيف اللي هي المواد المثبطه للمناعه فيبقى الانسان مصادر الامراض الح... الحاضر الحقيقه في حاجه في منتهى الاهميه موجوده عندنا في التراث الاسلامي وهي ايه بقى؟ ودي اللي دلوقتي احنا ب... بيتقنون... خدنا في المانيا انهم بيحطوا نوع من انواع الاعشاب اللي مع بعضيها اللي مقننه علميا بتعمل فاصل بين القوات المتحاربه وجابت نتائج كويسه جدا في الزيبه الحمراء وجابت نتائج كويسه جدا في بهجه دي ديسيزس اللي هو مرض بهجه وجابت نتائج كويسه جدا في روماتويد المفصلي تفضلي يا استاذه مين استاذه ناديه معلش انا متاسف لان انا خليتك على التليفون شويه تفضلي لو سمحت يا دكتور عايز اسال حضرتك سؤالين فض... سؤالين اتفضلي اولا انا كنت 104 كيلو اه ونزلت ل 85 حلو طولك طول كام يا استاذه طولك كام 170 170 يعني عايده ودلوقتي 85 عندي 15 كيلو زياده اتفضلي اه حسيت ان الدهون اتركزت عندي في البطن والهانج والارداف حاضر وكمان حاجه ثانيه انا عندي الدوره بتيجي انا انسه والدوره عندي بتيجي متاخره يعني ممكن تيجي لي كل 15 يوم بعد كده ممكن تيجي لي كل 21 حاضر. وتكسر اسبوع وتيجي وهكذا حاضر يعني حاضر مش حاضر مش مظبطه خالص حاضر شكرا دكتور. على فكره الحاجات اللي أبو, ابو محمد اتفضلي اتفضلي يا سيد ابو محمد بونا الاستاذ ابو اتفضلي اتفضلي يا استاذ ابو ايوه مع حضرتك يا دكتور سماني اتفضل مع ما حضرتك آه من فضلك يا دكتور انا جوزي عنده مرض اسمه الصداع فانكودي او اللي هو الكلاستر هيدك ايوه الصداع ده يا دكتور الغده بيزيد افرازها طبعا بيعاني مع, مع كمان ان هو عنده جيوب انفيه فلجا طبعا للعلاج الادويه وكده لكن مع مع كل فتره بيبدا العلاج معاه ما بيجيبش نتيجه حضر. وبيقعد يمكن يقعد طول الليل صاحي يعني لو في علاج في الطب البديل لحاجه زي دي هو حضرتك حاضر هتكلم يا ستي على فكره في ناحيه انا اتكلمت فيها والله العظيم اول جلوس هنا هو اتكلمت فيها ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يبيت على خاشيم أحدكم ولذلك أمرنا بالاستنشاق والاستنثار أول ما نصحى وقلت إن الإنسان عليه عشرة من الملائكة الحفظة منها الحفظة منها واحد هنا عند البلعوم وقلت إيه رأيت شوفوا سورة إيه الرعد له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله اقروا إيه تفسير هذه الآية في ابن كثير هتلقوا العشرة اللي هم في واحد هنا موجود عند البلعوم حتى الإنسان لو نام وهو فاتح بقه ما فيش حاجه هتخش في جوفه وهو نايم ف بس النفس اللي طالع واللي خارج قلت النفس ده بيعمل حوالي خمسة مليون ميكروب بتلتصق كلها في الاغشيه المخاطيه اللي بتتجلط صبح الاغشيه المخاطيه قصدي السائل المخاطي ده بيتجلط الصبح فالاستنشاق والاستثار بينزله ده نمره واحد نمرة اتنين جوزك له لابد من حاجة في منتهى الأهمية ظهر البابونج ظاهر البابون يحط عليه ميه بتغلي ويستنشق به صباحا ومساء. يستنشق به صباحا ومساء عشان الافرازات ما تنزلش جوه. في منتهى الاهميه دي استمر على هذا الكلام في ان شاء الله بامر الله هيبقى فيها شفاء كويس. طيب انا يعني معلش حتى ما قدرتش اتكلم كلمتين في زيت الزيتون رغم ان في حتتين مهمين جدا كنت عايز برضه اركز عليهم هنكمل بعد الفاصل بعد اذنكم ما تروحوش بعيد خليكم معايا ان شاء الله. الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم والعود احمد نجدد لكم التحيه واهلا بكم وان شاء الله في الخمس دقائق الاخيره هجاوب على الاسئله اللي إن انا ما جاوبتش عليها بس على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا لو انتوا انتظرتوا علينا في الـ الـ يعني ان شاء الله في طب الاعشاب كله هنتكلم عن كل هذه الامور وخاصه الحاجات المستعصيه او الحاجات اللي هي ما علاج في الطب الغربي او الطب المدرسي بس عليك بالطب التكميلي او الطب البديل زي ما انا قلت. الحقيقه انا برضو اتكلمت عن معلقه زيت الزيتون لما بتتاخد مع عسل النحل على بتخلي اي واحد ياخدها وخاصه الستات اللي بتظهر عندهم حصوه في المراره. على فكره كل ثلاث ستات يحصل عندهم حصوه في المراره مقابلهم راجل واحد. فالحقيقه يمكن اكثر حاجه نسبه بتصل الى اكتر من 85% حصوي مراره حصوه المراره في السيدات هي عباره عن مش حصوه زي بتاعه الكليه لا ده كوليستيرول ده عباره عن دهون فعشان كده معلقه الزيت الزيتون اللي دي بتزود حصوه المراره تماما ما تخليش العمليه عشان كده بتزيل الكبد الدهني وتعمل تبطين في منتهى الاهميه وزي ما تعرفوا هتعرفوا بعد كده بتشيل ذاك فيروس اللي بينمو على ايه؟ على الحلق هنا عند كثير جدا من الناس اللي بتعمل سكر غير وراثي سكر مصاف بيه والناس تستغرب الاب والام ما عندهمش سكر ولذلك انا بقول بشحة الامهات يا جماعه بشحة الامهات عشان اولادنا واطفالنا انك اي طفل تظهر عنده اللوس كتير يا ستي يا امي اديله اديله كل حاجه اللي بيقولها الطبيب بس بجانب كده حطي نقطتين ثلاث نقط زيت زيتون وادهم له على العصير ادهم له على ميه بعسل ادهم له على ميه بسكر وهكذا اللي يحبه بحيث ان الكلام ده يقيل من الكو فيروس المعلومه الصحيه اللي قلتها دي انتشرت في امريكا قلت عشرة في الالف الى واحد في الالف الاستاذ بهاء اتفضل يا استاذ بهاء السلام عليكم يا دكتور اتفضل يا اخي ازي الله يبارك في حضرتك انا حضرتك يا دكتور انا عندي ابني عنده 23 سنه م. واصيب هو اتولد بضمور في خلايا المخ وكبر دلوقتي في السن وبيقوم كل ما ينام ويقوم يقوم بحاله عصبيه فظيعه امم وبيعمل لنا هيجان في المنزل و... لا حضرتك حضرتك اتولد اتولد دي اساسا كان التنفس بتاعه بعد ما اتولد كانوا ايه كانوا يعني تاخر التنفس بتاعه 30 سنه و40 سنه عمل بقره في المخ ولا أيوة ايه ايوه كان المخ حضرتك كان 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 طري جدا يعني لدرجه كان عامل زي الميه كنت بخاف عليه وهو لسه مولود مم. ان حاجه تطلطه ممكن يتفتح حاضر يا حاضر انا هتكلم مع حضرتك حاضر 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 ام ضحى اتفضلي يا ام ضحى ازيك يا دكتور الله يبارك في حضرتك اخبارك كل سنه وانت طيب وانت طيبه يا سيدي طيب لو سمحت يا دكتور انا كان من 20 يوم كده كنت طبيعيه بس جالي دور اسهال كده وبحس بكركبه في معدتي فظيعه يعني حتى بسمعها بالليل بشكل غريب فكشفت و... عند الدكتوره قالت لي التهاب معده والتهاب قولون وخدت العلاج بس زي ما زي لسه حاله الكركبه والاسهال الصبح بيزيد بشكل بشكل واضح يعني حاضر الحاجات اللي زكت ذكيت... الاستاذ علي اتفضل يا استاذ علي أي... عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اتفضل آه آه يا دكتور انا انا ماشي في ال 77 بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحه انا ماشي في ال 77 ماشي ربي. يا فندم ربنا يديك الصحه اتفضل آه آه عاوز اسال سؤال سيادتك معلش عشان خاطري لا اتفضل آه آه يعني انا آه يعني اما اكل آه في الاكل بتاعي لو دخل فيه سمين او زيوت او سمنه او اي حاجه بيحصل لي اسهال حاضر يا فندم فعاوز يعني المصران عندي مش مظبوط المعده مش عارف ايه حاضر حاضر وبحلل وبعمل الله يكرمك حاضر على فكره انت حضرتك بتتكلم في صميم موضوعنا الله اندريا بيك. ويل حصلت عنده العمليه دي وقال اي ناس بيشكو من الاسهال ارمي جميع الزيوت ما تحطش اي زيت ولا اي سمن ولا اي نوع بس زيت الزيتون الحاجه الوحيده اللي تحطها على الاكل هو يقي من الايه من الاسهال وينظم الامور وينظم الحركه الدوديه في الامعاء ياريت يا ريت يا عم يا 77 ربنا يديك طول طول العمر ويجعلك من, من طال عمره وحسن عمله خلي الحاجه في البيت تحط زيت الزيتون بصفه مستديمه ويا ريت تواظب على الكلام اللي انا بقوله معلقه زيت زيتون على عسل النحل والكلام ده انا قلت في حاجتين انه بيذيب حصوه المراره نمره واحد، نمره اتنين بيعمل دريسنج عمال اكرر بيعمل دريسنج للجهاز الهضمي يعني يعمل تبطيل للجهاز الهضمي بيمنع الكوكب ذاك فيروس اللي بينمو هنا، في حاجه في منتهى الاهميه انا مجهزها ومأخرها شويه ان زيت الزيتون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي احنا وضحناه اقتدموا بالزيت وادهنوا به ما قالش وادهنوا به وادهنوا به وعشان كده يا جماعه الكلام ده هتلاقوه موجود في جنوب اسيا ووسط اسيا هتلاقوا الناس اللي اشبال تحت سبعين سنه واشبال تحت 80 سنه وتسعين 90 سنه وانا رحت بخارة بلد سيدنا الامام البخاري رحتها وقعدت فيها 48 يوم هتجدوا 117 سنه موجود لما تشوفوا تلقى ان هو البشره بتاعته ما فيش اي نوع من انواع التجاعيد وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايماً يدهم بزيت الزيتون أو يأتم بزيت الزيتون لأنه بيمنع التجاعيد اللي موجوده وبينعم الجلد إلى أبعد الحدود وعلى فكره لو دلك به الشعر بيغذي بصيلات الشعر تغذيه كويسه جداً جداً ولذلك دي الكلام اللي اتعمل فيه في حاجه مهم في منتهى الأهميه بنقولها دلوقتي ممكن نجيب جزء من صفار البيض مع زيت الزيتون ونحط عليه نقط من عصير الليمون ونعمله ماسك نعمله قناع نتم به الوجه ونسيبه لمده تلت ساعه وبعدين نزيله بماء فاتر لو السيدات عملوا كده هيجدوا فيه نعومه في الوجه الى ابعد الحدود ومش هيصابوا باي نوع من انواع الكرمشه او انواع التجاعيد اللي موجوده الحقيقه زيت الزيتون دايما بيستخدم في جميع انواع الكريمات اللي بتحافظ على البشره من اشعه الشمس الحقيقه يستخدم في وقف تساقط الشعر هو المفروض الانسان بيتساقط منه 120 شعرة في اليوم بيحصل احلال وتجديد لكن لو استخدمنا زيت الزيتون في الدهان فيه وعلى فكرة احنا برضو بنقول ان زيت الزيتون من الممكن ان يضاف عليه زيت الجوجوبة من الممكن ان يضاف عليه زيت الاملة من الممكن ان يضاف عليه زيت الخروع من الممكن ان يضاف كل الكلام ده الاضافات دي بتخلي ان زيت الزيتون دي الاساسي في منع تساقط الشعر وتغذيه فروه الراس بس في حاجه في منتهى الاهميه لازم نقولها ان الشعر نسيج من انسجه الجسم. يعني الشعر الاعتناء بيه من الخارج فقط ما ينفعش. لكن اي انيميا بتبقى موجوده وخاصه إن الانيميا اللي من النوع الثاني السكندري طيب اوف انيميا تسبب تساقط الشعر. وعشان كده لازم نحارب الانيميا يعني عشان كده الانيميا انتاج الهوموجلوبين في الدم بيتوقف على ثلاث عناصر الحديد والنحاس والزنك. الحديد والنحاس والزنك ولذلك دلوقتي لما عملوا هذا الكلام وعملوا أدوية حطوا فيها الزنك والزنك مش الزنك المعدني الزنك العضوي وأم والأوروبا عملت الكلام ده واحنا برضه هنا في مصر عملنا الكلام ده عشان نشيل الأنيميا عشان كده يا جماعة أنا قلت في الحلقة الأولى وهكرر تاني إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين حرين في طعام واحد وبين باردين في طعام واحد اللي الصين خدتها من سيدنا رسول الله وقال لك لازم الين يساوي اليانج ايه هو الين قال لك الطعام المذكر وايه اليانج قال لك الطعام المؤنث اندريا وين لما جه عالم التغذية الامريكي قال لك الله هم الصينيين بياخدوا التراث الاسلامي ويحولوه لغتهم سيدنا رسول الله نهى عن الجمع بين حرين في طعام واحد وبين باردين في طعام واحد كلنا بناكل غلط المطبوخ يساوي الطازج هتاكل 200 جرام مطبوخ لازم جنبيهم 200 جرام خضروات طازجه دي اللي بتمنع الانيميا يا جماعه 60% او 70% من الشعب المصري عنده انيميا وتجد الستات والسيدات والبنات والرجاله بيعانوا من تساقط الشعر على فكره معلش دي التساقط ده تساقط وراثي يعني مش ايه مش ده تساقط وراثي والدي يعني جدي الله يرحمه وخال يعني في الاسره فيها أصطلع وراثي لكن الامور بتاعت السيدات الحمد لله ربنا جعل الصلع في الرجال سائد والصلع في النساء متنحي لكن اعتناء بالشعر في منتهى الاهميه الانيميا نحارب الانيميا الانيميا بتعمل جوع في اكسجين الانسجه كل الكلام ده لتذكر غني بالحديد لكن وغني بالزنك وغني بالنحاس لكن لازم نعمل اكل بتاعنا الكميه المطبوخه تساوي الكميه الطازجه الاستاذ حتك... عبد الناصر اتفضل اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك يا فندم اتفضل سالت سالت حضرتك بالامس او على الدوران والضوء حضرتك قلت الجوب الانفيه انا ما عنديش جوب انفيه ف... اه انا قلت انا ما قلتش جوب انفيه يا استاذ قلت لك روح راجع الاذن الوسطى تمام يا فندم تمام وانا صح الاذن الداخليه قصدي الاذن الداخليه اتفضل تمام سعادتك انا صح عندي ثقب من انا والصغير ما انا قلت أنا يعني فض. نعم سعادتك اتفضل فجفل لحاله المهم سعادتك مم. اللي هو الدوران والدوخه بس انا ما حللتش كوليسترول يعني جايز من الكوليسترول بس في 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 يعني الجسم زايد يعني فوق ال 90 يعني هو مبارك التسعين والسن اتفضل اتفضل السن فجرب يعني تاثر بيني شويه والطول 176 حاضر وفي سعادتك اسفل البطن مليئة مليئة يعني مليئة شويه حاضر وب... وسعادتك اخر حاجه القشره برضو في الشتاء يعني جربت كثير حاضر 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 بس انا متهيألي عندي دهون يعني على الكبد حاضر يا فندم حاضر حاضر, حاضر ف... انا هجاوب ف... حضرتك مش كلمه متهيألي دي لازم تتعامل فحوصات هقول اتفضل لازم حضرتك تراجع بتاع انف واذن وحنجره لسبب لان الدوخه دي لابد ان تاتي من التهاب في الاذن الوسطى دي نمره واحد نمره اتنين حضرتك الدهون لابد تعمل تحليل لايبوجرام يعني ايه صوره الدهون اللي موجوده في الدم عشان نعرف ال دي اللي هي الدهون البروتينيه قليله الكثافه والHDL الدهون البروتينيه عاليه الكثافه لازم نعرف الكلام ده بالاضافه الى حاجه تاني يعني بقول لك فوق ال في مصر هنا او سن من 25 نتيجه ان احنا حبساء السيارات كله عنده كبد دهني يا ريت لو كان في وقت يا استاذه تعرضي لي صوره اندريا الصوره اللي هي بتاعه الحامض الاميني الحامض النووي اللي هو الدي اللي فسر عليه اندريا ويل ازاي بنقدر يحافظ على الضفيرة الوراثية اللي موجودة يا ريت إذا كانت موجودة اللي هي الصورة رقم 13 إن شاء الله الحقيقة في ظرف في ذلك الوقت الأستاذة ولاء عندها صدفية الصدفية كان المركز القومي بحوث عامل علاج بيئي عن طريق سفاجة و فضل اتفضل اتفضل ال أندريا ويل يا ريت تخليها لي زي ما هي أستاذ فسر اندريا ويل قول الله تعالى وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين في سورة المؤمنون قال ان كلمة صبغ جاءت من كلمة صبغيات وهي الكروموسومات ولما كانت الشفرة الوراثية او الحمض النووي يعمل منه عشرة في المية فقط والتسعين في المية منها فراغ وكل سبع سنوات يحدث احلال العشرة في المية جديدة ومن التسعين في المية وبذلك يظهر مدى الإعجاز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين الستين 70 وبذلك يكون في عمر 63 عام انتقلنا إلى العشرة في المية الأخيرة من الشفرة الوراثية وبذلك يرد بعد كده الإنسان إلى أرض العمر وللمحافظة على هذه العشرة الأخيرة في المية حتى لا يرد الإنسان إلى أرض العمر لابد أن إيه زيت الزيتون للمحافظة على هذه العشرة في المية هذا فضلا عن أنه ثبت إن زيت الزيتون يحافظ على عدم تآكل هذه الضفيرة الوراثية من أطرافها كما يحافظ على المسافة الخيطين دول اللي قدام حضراتكم الخيطين دول بيبقى فيه بينهم مسافة المسافة دي سبعة وعشرين أنجستروم الأنجستروم واحد على مئة مليون من المتر واحد على ميه مليون من المتر المسافه دي عباره عن بيسموها البيورين بريميدين انتر اكشن اللي هي التداخل ايه بين ايه القواعد النيتروجينيه اللي هنا مع القواعد النيتروجينيه اللي هنا المسافه دي زيت الزيتون يحافظ عليها وبالتالي لا تتحول الخليه من خليه عاديه الى خليه سرطانيه لو هي زادت المسافه دي الى 37 انجستروم تبدا الخليه تنقسم بسرعه جدا وبالتالي تعمل لي ورم سرطاني وبالتالي زيت الزيتون بيحافظ على المسافه بين خيطي الحامض النووي الحامض النووي هو الدي ان ايه بيحافظ على المسافه دي تبقى 27 انجستروم يبقى يمنع عمليه تحويل الخليه من خليه عاديه الى خليه سرطانيه بالاضافه الى الحاجات اللي احنا هنقول ان اللي بيواظب على معلقه زيت زيتون يوميا لا يمكن ان يصاب بالسرطان طول عمره وهنقول الكلام ده اثبتوه ازاي في العلم الحقيقه الحتة اللي أنا بقولتها دي يا أخوانا المحافظة على الصبغيات اللي هي جاءت في صورة المؤمنون أثبتها أندريا ويل وقال أن الخيطين دول اللي هم عاملين زي حرف التمانية باللغة العربية الإيد باللغة العربية دي التمانية دي المسافة بين الخيطين دول تبقى موجودة 27 أنجستروم وبالتالي لا يمكن أن الخلية تتحول إلى خلية سرطانية أرجع أخذ فاصل بعد إذن حضراتكم وأرجع لكم مرة ثانية بعد اذنكم تفضل اهلا بكم نجدد لكم التحيه اهلا بكم والحقيقة برضه الإخوة الحقيقة ده لما اتكلمت مع الأخت ولاء على الصدفية والحقيقة من الحاجات قلت إن في علاج بيئي موجود في السفاجة لكن في حاجة مهمة جدا إن الصدفية إن سيدنا رسول الله تكلم عن الجنزبيل وقال انه هو يصفي اللون ودي بنضيف عليها اخلية لو هي استمرت معايا يمكن بعد حلقتين هتلقى نبات الاخلية أو أم الألف ورقة يستخدم حاليا في ألبانيا في علاج الصدفية بالإضافة إلى الدهانات اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله وهي أنا قلت لحد دلوقتي عمال أقول سيدنا رسول الله بيقول إيه اتدموا بالزيت والدهنوا به والدهنوا ما قالش دهنوا والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة بيعالج الحاجات اللي بتظهر إن الصدفية دي معناها إن الجلد بدل ما يتبدل كل ستين يوم بيتبدل كل ثلاثة أيام فبيعمل لنا مواتب كبيرة الأستاذ أحمد تفضل وعليكم السلام ورحمة وبركاته ازي حضرتك دكتور الله يبارك في حضرتك يا فندم الله يكرمك مبروك على القناه الجديده الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان يجعل فتحه خير ان شاء الله تعالى الحمد لله ربنا يجعل دعواتكم ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربنا يفتح حالكم يا رب يا رب يا رب يا رب ويجعل هذا في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله انا عندي بنت عندها 16 سنه شعرها ما بيزيدش خالص شعرها قصير وفي تثاقل في الشعر يا أستاذ. أنواع أنواع كثيرة. يا أستاذ يا أستاذ أنا قلت عمال أقول 60 إلى 70% من الشعب المصري عنده أنيميا، حضرتك خفض عينها كده هتلقى تحت العين الجفن بتاع العين لونه وردي والوردي خفيف معناه إنه في أنيميا، الأنيميا دي أنيميا نقص الحديد. عشان أه. أنا قلت عمال إحنا بناكل غلط فعشان كده لازم تديها حديد وتديها زنك. الاعتناء أه. بالشعر من بره الشعر نسيج من أنسجة الجسم. الاعتناء اللي بره يمثل ايه 30% الاعتناء من الداخل يمثل 70% عشان كده احنا بنقول انا عمال اقول بناكل غلط أوه. لاسباب حد هل بنتك بتاكل سلطه يوميا بتاكل طبقة سلطه يوميا لا طبعا بتاكل لا بتاكلش سلطه طيب. يوميا طيب خلاص يبقى حضرتك لازم هيكون في السكندري تايب اوف انيميا انيميا بتاع نقص الحديد حضرتك يعني نسبة السلطة نسبة كتير فعلا تفيد ان شاء الله الى ابعد الحدود وعشان انا عمال اقول لسيدنا رسول الله انها عن الجمع بين حرين في طعام واحد وبين بردان في طعام واحد يعني كميه المطبوخ يساوي كميه الطازج واحنا بنعمل كده حد فينا بيعمل كده وعشان كده الناس عماله تزيد في الوزن وتشكي من زياده الوزن على فكره بره في الخارج بيبداوا بطبق السلطه الكبير اللي يكف حضرتك ويكفيني ويكف واحد ثالث وياكلوه بالمعلقه في الاول وبعد ما ياكلوه الانسان بعد كده بينقي وعشان كده دايما بره لما تيجي تساله بتقول لك انا عندي زياده في الوزن يقول لك بتبدا بطبق السلطه لا بتبدا بطبقه او وما تبداش بطبقه سلطه يبقى انت عندك في غلط في, في, في اكلك في طريقه اكلك وهم ده الصينيين اللي انا عمال اقول انهم عملوا الين والوان اليانج اللي خدوها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحار والبارد فياريت حضرتك بدايه بصفه مستديمه عالج الانيميا الانيميا يا اخوانا عند موجود عند اطفالنا كتير جدا وموجوده تيجي اللوكزيورس اللي بيحكوا فيه اللي هو الديدان الدبوسيه الكلام ده كله احنا هنتكلم فيه واحنا ماشيين طيب الدكتور الدكتورة أبونا اتفضلي آخر اتصال اتفضلي يا دكتورة السلام عليكم اتفضلي يا فندم سلامات الله وبركاته دكتور بعد إذن حضرتك شاكرين أفضل حضرتك لا الله يرسل الفضل لله وحده اتفضلي الله يعز حضرتك ثانيا بالنسبة أنا عندي بنوته سنة وأربع شهور كان الصيف اللي فات كان عندها خمس شهور جالها زي تنيا في وشها نتيجة قال لي دكتور إن هو ده نقص من المناعة مع الحر الشديد فأنا لسه في آثار وبدأت تظهر تاني مع بداية الحر كنت عايزة أعرف أعمل معاها إيه دي رقم واحد، رقم اتنين اه حضرتك شعرها خفيف وقصير بقالها سنة وأربع شهور هي بتاخد حديد حضرتك وكده الحد الحديد الحديد, الحديد اللي بتاخده عبارة عن إيه؟ ما لازم حديد, حديد لازم حديد عضوي يعني مثلا فرس جلوكونيت أنا بتكلم بالاسم العلمي فرس جلوكونيت لازم مثلا اللي هو أمينو كيليتد إيه؟ فا أيرن أمينو كيليتد أيرن يعني الحديد اللي هو معمول له كليشن مركب مخلبي مع الاحماض الامينيه زنك معمول له مركب مخلبي مع الاحماض الامينيه هو ده اللي بيستخدم في الجسم لو اعطيناها حديد معدني زي ما دخل زي ما خرج ده نمرة واحد نمرة اتنين حضرتك بتقولي ناقص مناعة ما انت عندك حضرتك دلوقتي موجود في السوق اللي هو الشراب اللي بيتخذ صباحا ومساء وهو اساسا مأخوذ من نبات الاشناسيا ما اقدرش اتكلم اسمه التجاري بتكلم اسمه العلمي ماخوذ من نبات الاشناسيا اديها معلقه الصبح ومعلقه بالليل على مدى 60 يوم عشان وبعدين في نفس الوقت دلوقتي موجود الدفلو كان اللي هو طبعا. بيقدر يعالج الفطريات كويس جدا 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 ايوه في ب... البقعة دي في النباتات ممكن اقدر ادهن بيها على اساس نعم. ان هي تحرجها يعني نعم ايوه يا فندم في نباتات اقدر استخدمها بهي لا يا فندم انا قلت ما انا عمال اقول لحضرتك تزودي المناعه عن طريق نبات الاشناسيا موجود في السوق دلوقتي على اعتبار شراب لل... وكبسولات للكبار وده اللي <applause> عملته امريكا وضافوا عليه ورق عرق الذهب وموجود دلوقتي على اعتبار ان يزود المناعه يزود <applause> البروتينات المنعيه اللي بينتجها الكبد خلاص يا حضرتك لازم تعملي كده وتحارب الانيميا لازم تدي الحاجات اللي فيها حديد لازم تتاكد ان الحديد موجود في مركب عضوي يعني موجود مع احماض امينيه ماشي يا فندم طيب بناء عليه الاخ محمد بالعض سكر بقاله سبع سنين ومش منتظم لازم يعمل السكر التراكمي كل ثلاث شهور ده نمره واحد ياخد حب الرشاد ال... ايه مع الدواء اللي بياخده حب الرشاد قبل الغداء والعشاء اللي قال عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير الماذا في المرين من شفاء السفاء والصبر ام امل بتقول عندها الغده وانا قلت هذا الكلام الاستاذه الهبه بتقول زلال بول والدتها عالي جدا زلال البول يا جماعه ده معناه النفرونات بتاعت ال... الكليتين ابتدت تفوت بروتين وتفويت البروتين ده لازم تتباحث الحالة كويس جدا جدا وبعدين في بعض النباتات اللي بتحافظ على هذا الكلام دلوقتي اللي هو نبات بالذات الأخيلية اللي أنا هتكلم عنه النوبة الجاية نبات الأخيلية أو نبات الأم الألف ورقة إن شاء الله الحقيقة في برضو السؤالين تاني قلنا هي أم ضحى بتقول التهاب القولون وبعد وقف السال وأنا جاوبت قلت لها يا ريت تاخد زيت الزيتون معلقة عسل نحل عريق عشان يطهر حاضر بعد كده هو في الاخ بهاء بيقول ابنه عنده ضمور في المخ انا اتكلمت قبل كده وقلت ان دلوقتي في نقط من نبات الجينكا بايلوبا الجينكا بايلوبا ده اللي بيزود كميه الدم اللي بتروح للمخ وبيزود كميه الاكسجين بيسموها عشبه الذكاء بيسموها عشبه الذكاء وبالنسبه للناس اللي عندهم ضمور في المخ لما بنديهم النقط دي الاطفال بس يشترط ما يكونش عنده أكس... ما يكونش عنده كهرباء زياده الحقيقه دي بتعالجهم كويس جدا 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 واحنا معالجين في السعوديه مش اقل من 18 ألف حاله طفل في الحالات اللي زي كده اهو بنديهم الايه الجين كابيلوب انا بتكلم الاسم العلمي بتكلم الاسم العلمي مش هقدر اتكلم الاسم التجاري ابدا مش هقدر اتكلم الاسم التجاري لسبب يعني طبعا انتم عارفين السبب ايه فدي الجين كابيلوب في نقط منها موجوده في السوق النقط اللي موجوده في السوق على حسب السن سنه سنتين دي له اربع نقط ثلاث مرات في اليوم بتجيب نتائج كويسه جدا. بناء عليه يا اخوانا سبحان الله الوقت يعني كاننا لسه قاعد ولسه كاني لسه بادئ، الوقت بيفوت مع حضراتكم بسرعه جدا. الحقيقه يعني بالراحه عليه شويه كده هتلقوا كل ايه كل الاجابات دي هتبقى موجوده مع واحنا بنستعرض بقى، احنا لسه بدانا في شجره الزيتون. بعد كده هناخد كل النباتات اللي بتستخدم في العالم كلها في صناعة الأدوية أو في صناعة ما يسمى بالطب التكميلي أو الطب البديل فبكرة مع حضراتكم برضو من أربعة لخمسة بأنبه تاني إن أنا موجود الحد والاثنين والثلاث من الساعة أربعة للساعة خمسة يعني بأتواصل مع حضراتكم الحقيقة الوقت فات بسرعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله باكر إذا إيه وفق مراد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته